ماذا يحدث لو تناولت كميات كبيرة من سمك التونة؟ يعد سمك التونة رخيص وصحي ولذيذ بكل تأكيد، لكن من الملاحظ انخفاض استهلاك سمك التونة في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة بسبب تخوف الناس من الإصابة بتسمم الزئبق. مع ذلك لا تزال هناك العديد من الفوائد لهذا السمك، لذلك من الأفضل ألا تقوم بحذفه من قائمة غذائك بشكل كامل. لكن ما هي الكمية التي يمكن اعتبارها زائدة عن الحاجة؟ وما الذي يمكن أن يحصل إذا تجاوزنا هذا الحد؟ لا يعتبر الزئبق مكونا طبيعيا في التونة، لكنه ناتج عن التلوث. ينبعث الزئبق من مصانع حرق الفحم المنتشرة في جميع أنحاء الأرض، وغالبا ما يجد طريقه نحو المحيطات ومصادر المياه الأخرى. حسب ما نشرته مجلة أخبار الطب اليوم، تقوم البكتيريا بامتصاص هذا الزئبق وتحويله إلى مادة كيميائية تعرف باسم ميثيل الزئبق. كلما كان نوع السمك أعلى في السلسلة الغذائية، كلما زادت كمية الزئبق التي يتعرض لها. فعند قيام أحد الأسماك بتناول هذه المادة وقيام سمكة أخرى بالتهام هذه السمكة بدورها وهكذا، تزداد الكمية التي تمتصها هذه السمكة. وعندما نتناول السمكة بدورنا، نستهلك كمية الزئبق التي أصبحت داخله. ما الذي يحدث إذا تناولت الكثير من التونة؟ يعد الزئبق عنصرا كيميائيا لا توجد له أي قيمة غذائية أو هدف في جسم الإنسان، وبالرغم من أن الجسم يستطيع التخلص منه عندما يكون على شكل جرعات صغيرة، إلا أن الجرعات الكبيرة من هذا المعدن تتداخل مع الدماغ والنظام العصبي حسب ما نشرته مجلة أخبار الطب اليوم. إن تأثير التسمم بالزئبق واسع الانتشار ومؤذن. تبدأ الأعراض بالشعور بالخضر في أطراف أصابع اليدين والقدمين وضعف في التنسيق، كما نشرت مدونة The Huffington Post. يؤثر تسمم الزئبق عند الصغار بالسن على الخصوبة وتنظيم ضغط الدم، ويسبب فقدانا في الذاكرة والرعاش وفقدان البصر. يضعف تسمم الزئبق طويل الأمد من ذاكرتك وقدرتك على التعلم، ويجعلك تتصرف بشكل غير منتظم، ويؤدي إلى عيوب خلقية إذا ما تعرض الجنين لهذا المعدن في داخل رحم الأم حسب ما نشرته مجلة Discover Magazine. في أسوأ الحالات، يسبب تسمم الزئبق مشاكل في الكلى وتوقف التنفس والوفاة. يعتبر التأثير الذي يخلفه الزئبق أشد أثرا على الدماغ عند الأشخاص بعمر مبكرة، حيث لا زالت أدمغتهم طور النضج، وهو ما يجعلنا ننصح الصغار بتناول كمية أقل من التونة. بالإضافة إلى ذلك، لا يؤثر الزئبق على أجسادنا بنفس الطريقة. فحسب مجلة ديسكوفر ماجازين، يمتلك البعض طفرة جينية تسمح له بالتخلص من الزئبق من أجسادهم بسرعة، بينما يمتلك آخرون طفرة جينية تجعل خلاياهم تحتفظ بالزئبق مدة أطول، مما يرفع من خطر إصابتهم بالتسمم أكثر من غيرهم. إن الطريقة الوحيدة لعكس التأثر السلبي لتسمم الزئبق هو التوقف عن تناول الأغذية التي تحتوي على الكيميائيات، وانتظار أن تنخفض مستوياته في جسمك. إذا، كم هي الكمية التي يمكن اعتبارها كبيرة؟ تستخدم كلمة تونة لوصف أنواع مختلفة من الأسماك التي نتناولها من أسماك المحيط. هناك نوعين نتناولهم داخل المعلبات، وهما الباكور الأبيض The White Albacore، وتونة القطع الخفيفة Chunk Light، والتي تصنع عادة من التونة الوثابة أو تونة الزعنفة الصفراء. تختلف المصادر في تحديد الكمية الآمنة لتناول التونة. تبعا لصحيفة The Washington Post، فإن وكالة حماية البيئة قد أوصت بأن لا يتناول الأشخاص الذين يبلغ وزنهم أكثر من 150 كيلوغراما أكثر من علبة واحدة من تونة الباكور أسبوعيا. أما إدارة الغذاء والدواء فتبدو أكثر صرامة، حيث أوصت بعدم تناول أكثر من علبة واحدة طوال 9 أيام لشخص يبلغ وزنه 150 باوند أو أكثر. نقول 150 باوند وليس كيلوغرام. من ناحية أخرى، بإمكانك تناول كمية أكبر من التونة الخفيفة التي يكون مصدرها من أسماك أصغر، ولذلك فهي تحتوي على كميات أقل من الزئبق بمعدل أقل من 3 علب أسبوعيا. وطبعا هذا يعتمد على مقدار كل جسم. يتوجب على النساء الحوامل أو اللواتي يرغبن بالحمل أو المرضعات أو الأطفال الصغار في السن تناول كميات أقل من سمك التونة، حيث توصي إدارة الغذاء والدواء بتناول أونصتين إلى 4 أونصات للنساء، وأونصة أو 2 للأطفال أسبوعيا بدءا من عامهم الثاني. تبعا لهذه التعليمات، سترغب بالحد من مقدار تناول التونة، ولكن لا تقم بإلغائها نهائيا من قائمة غذائك،
حيث تحتوي إذا تناولتها باعتدال على مغذيات صحية كالأحماض الدهنية.